بعد اذنك بدي بنتين اطفال البيت. مين انتو؟ نحن البنتين اللي بدنا ننظف البيت. مع مكتب شي نحن اسرع شي. بتعرف البارحة صار؟ تلي سبعة المسدس. سمعتي شو؟ هذا قلقتي السبعة، يعني نحن ببيت مجرم. مو بس هيك، ضربت اثنين بالسيارة هم. عفست تنعفس. وعفست اثنين بالسيارة. يعني صاروا تسعة. احترامي سيدي. نحن ببيت شخص قاتل سبعة وعفست اثنين بالسيارة. رح ابعث لك الموقع سيدي. سحلو. شنو يعني سحلو؟ شحطوه. شنو يا ابني يا جحش؟ راح تعترف لو لا؟ سيدي والله مو عامل شيء. بس قول لي سيدي شنو اعترف؟ ما مسوي شيء والله ما مسوي شيء. اعترف يعني الا اضربك بعد. سيدي والله ماكو شيء اعترف به. اوقف جيب لي الشهود. سيدي شهود يسوي؟ قم لك قم. اوقف هنا هنا لك هنا هنا هنا. هذا هو المجرم سيدي. مسوي حالك بريء ودا يقول لك عليك مجرم كلب حيوان. سيدي بدي احكي كلمه. احكي سيدي. هذا قاتل سبعة وعفس اثنين بالسيارة. سمعنا انا واختي عم بحكي على التليفون. بتقول لي بريء يا كلب؟ هاي قاتل سبعة وعفس اثنين. سوقف سيدي. سيدي بتحكي يا صديق بالبوبجي. بالبوبجي قتل السبعة. والعفس والعفس. سيدي بالبوبجي والله بالبوبجي. شحطوهم. الله لا يوفقك كان عم بلعب ببجي الزلمه. وانا شو بيعرفني؟ ضروري شفتي شلون دخلنا على الحبس؟ عجب قديش رح عند المحبوسين؟ الله اعلم.